ما تنساوش البنات قبل اي وصفه كنغسلو وجهنا بصابونه عاديه باش نحطو داك الماسك على بشره اللي هي نقيه باش يستافد منها مزيان ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. انا جبت لكم اليوم وصفه زوينه، وصفه كيستعملوها النساء الصحراويات، والمكونات ديالها زوينه بزاف وموجوده في كل دار. لهاد الوصفه غادي نحتاجو لبن يكون خاطر، خيزو محكوك اللي غنحتاجو فقط الماء ديالو، مطيشه حتى هي محكوكه حتى نحتاجو الماء ديالها، وحليب بودره اللي غادي حتى هو نحتاجوه حسب الخليط. نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي ناخذ معلقه ديال اللبن. اللبن راه زوين بزاف للبشره. معلقه ديال الماء دمطيشه. وكي كنشوفوا هاد المكونات يعني مكونات طبيعيه ما نخافوش منها، اللي موجوده في كل دار وبين انها ما عندها حتى شي تاثير. والجزر غادي نحاولوا ناخذ الماء ديالو فقط، غادي نبقاو نورقوا عليه بحال هكا باش يطلع لينا الماء ديالو هو اللي غادي نستعملو. الجزر البنات راه كيعطي واحد الاشراقه حيت فيه فيتامين سي، يعطي واحد الاشراقه زوينه واحد اللون جميل للبشره. نبقاو نصفيو بحال هكا نورقوا عليه باش يطلع لنا الماء ديالو فقط، حنا بغيناه الماء. وبغيت نقول لكم البنات واحد الوصفه أو واحد النصيحه، ما تبقاوش تستعملوا القماش بزاف في وجهكم، واخا يكونوا بزاف د القماش نتوما فقط اختاروا القماش اللي بغيتو، اولا كل مره استعملوا واحد باش تستافدوا من جميع الفوائد اللي موجوده في داك الانواع المختلفه ديال الخضار اولا ديال الحليب اولا القماش. راه كيتستعمل مره في الاسبوع فقط، ماشي غير نلقاو بزاف ونبقاو كل مره نخافقوا في البشره ديالنا. من بعد غادي نزيدوا الحليب حسب الخليط. هاد الوصفه كيف قلت البنات راها زوينه، وكنزيد ناكد ان القماش كيتستعمل مره في الاسبوع فقط. اللي كتعرفوا انني انا حتى النصائح اللي كنقول راه كناخذها من عند الاخصائيين في التجميل، مابقاوش كل مره نحكو في البشره ديالنا حتى تحسس لينا وترجع حمراء. كل مره في الاسبوع نديرو قماش. هذا فقط ماسك للبشره ماشي قماش، هذا فقط ماسك كيغطي البشره، وكتستافدوا من الفوائد ديال المطيشه والفوائد ديال الجزر، فوائد الحليب واللبن كذلك. نخلطو مزيان باش ميبقاولناش الحبوبات ديال الحليب. بحال هكا باش متبقالناش الحبيبات. وكي كنقول لكم البنات دائما ما تبقاوش عجبانين، نوضوا توكلوا على الله وجربوا هاد الوصفات اللي ما يكونش فيها شي حاجه مضره وما كتضرش بالبشره نهائيا. وصفاتي انا كي كنقول كناخذو من عند اخصائيين في التجميل، ولا كانت شي وصفه البشره الجافه او البشره الدهنيه راه كنقولها. كيف رجع خاطر وزوين. ولا عجبوكم الوصفات ديالي وتاكدتوا من الفعاليه ديالهم كيف كنقول دائما وانهم غير مضرين وانهم كيعودوا بالنفع فقط، بحيث كيفتحوا البشره او كينقيوها او كيحيدوا لها داك التقشير اللي كتكون كتقشر. ما تنساوش تدعموني بلايك وبارطاجي باش يوصلكم الجديد، وهكذا نستافدوا كاملين كيف كنقول دائما. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. الوصفه الجايه غادي تكون ان شاء الله باذن الله اللي كتعطي اناره للبشره واحد الاشراقه جميله جدا للبشره، خصوصا اصحاب البشره السمراء. انا ما نسيتكمش وبحت لكم حتى نتوما على واحد الحاجه زوينه بزاف وكتعطي واحد الاشراقه رائعه لاصحاب البشره السمراء. الى اللقاء.